عملنا افتتاح المعرض لليوم اللي هو معرض بلد وحده البحر. اشتغلنا مع الكاتب المسرحي عامر حليحل والمخرج إميل سابا عشان نصمم سكتشات مسرحية بتحكي عن حياة الفلسطينيين بالحقب الزمنية اللي بيحكي عنها المعرض. ففي كل محطة بناخذ الناس بجولة من حياة الناس، من الأشياء اللي عانوا فيها، من الأشياء اللي عاشوها بقلب محطات المعرض. أنا كنت دائما أحكي المسكوك كان دائما خلاص أبوك لو شو ما حكى وشو ما قال ما ينفعش تحكي معاه هيك. بعدين يا عمي خلص، أنت مش غبي. انت فهمان فيها، انت الصح واحنا الغلط، عاجبك شو بدك اياه. عملنا عروض ادائيه سابقه، ولكن هالمره حكينا خلينا ناخذ الناس بجوله حيه داخل المعرض. مع انه المعرض فيه محطات كثير حيه، بس حلو يتطعم بقصص الناس، باهميه معاناتهم بهذيك الفتره وايش القصص اللي كانوا يعيشوها، لانه مش كل شيء بتقدري تقرايه من خلال الاشياء اللي معروضه على الحيطان. بداية كان في اهتمام من المتحف الفلسطيني بعمل وتنظيم معرض عن تاريخ الساحل الفلسطيني، وللأخذ قرار باتجاه بأي توجه يكون هذا المعرض يتم تصميمه، كان في عمل عدد من الورشات اللي قدم مجموعة من الاقتراحات، وكانت هاي الاقتراحات واسعة لأنه بحكم الفترة الزمنية اللي كان بيتم اقتراح تغطيتها من خلال المعرض كانت فترة زمنية طويلة، فبالتالي عملية دراسة هاي الفترة وتحديد مواقع محددة للتركيز عليها وطرحها ضمن روايات في المعرض أخذت وقت طويل، لأن عملية الاختيار من فترة زمنية على مدى 200 سنة إحنا عم نحكي ما كانتش عملية سهلة، وكانت عملية الاختيار بدها تكون ضمن رؤية يعني مفاهيمية وفنية كيف ممكن يتم هاي عملية الاختيار. المعرض هو بيقدم روايات من تاريخ الساحل الفلسطيني من خلال يعني إسقاطات وقراءات لمداخل مختلفة. العمل الأدائي هو كان واحد من الروايات اللي تم يعني تصورها من خلال الكاتب اللي هو الفنان عامر حليحل، ومن خلال رؤية المخرج إميل سابا طبعا والممثلين اللي معهم، اللي هي أضفت طبقة تانية لقراءة نفس المواقع الجغرافية خلينا نقول اللي تم تناولها في المعرض من خلال عمل مسرحي أو أدائي. فبتخيل إنه هي بتعطي البعد اللي مرتبط بالشكل اللي هو الشكل المسرحي اللي بيعطي بعد معرفي وتجربة مختلفة كمان عن المواد اللي معروضة للإنسان إنه عشان يقرأها ببصره ويهضمها.